الشريط العاشر: حجة الوداع ووفاة الرسول صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين وإمام المتقين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، نتواصل وإياكم مع سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، مع أحسن القصص، مع خير الهدي، مع سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، النبي الذي جعله الله عز وجل خير الأنبياء والمرسلين. نتواصل وإياكم مع سيرته ولنكمل، وقد تكون اليوم هي الحلقة الأخيرة، أو قد تكون الليلة هي الحلقة الأخيرة من هذه السلسلة المباركة. كم كنا نود ألا تنقطع هذه السيرة، وكم كنا نحب أن نتواصل مع حياته، ولكن المؤمن لا ينقطع. إن انقطعت سيرته فإن حياته مع حياة النبي عليه الصلاة والسلام، فهو ينام كما نام، ويقوم كما قام، ويصلي كما صلى، ويتوضأ كما توضأ، ويتكلم بكلامه، ويتلذذ بسنته. هو أحب الناس إلى الله، هو خليل الرحمن جل وعلا، هو عن طريقه يدخل الناس الجنة، فإن أبوا لا يدخلون الجنة، وهو ينتظر أمته عند الحوض. قال: اصبروا اصبروا حتى تلقوني على الحوض، ستجدون بعدي أثرة، فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. وهو صاحب الشفاعة الكبرى يوم القيامة إذا قال: أنا لها أنا لها. وصلنا إلى العام العاشر الهجري، العام العاشر الهجري، 23 من البعثة. وأرسل النبي في هذا العام، والوفود تقبل، والناس يدخلون في دين الله أفواجا، والناس يدخلون بالدين أفواجا، وأمما وجماعات وقبائل تدخل في دين الله. أرسل النبي معاذا إلى اليمن وأبا موسى في هذه السنة، فقال لمعاذ: يا معاذ اذهب، فلعلك لا تلقاني بعد عامي هذا، قد ترجع ولا تجدني، ولعلك تمر على مسجدي أو على قبري. فبكى معاذ، وبدأ النبي يشير للصحابة إشارات، وبدأ يلمح لهم تلميحات، لأن الصدمة لن يتحملها أحد، لأن المصيبة أعظم مصيبة على الأمة منذ أن بعث الله فيها نبيها أو نبيها. فإذا بالنبي يشير في رمضان في السنة العاشرة من الهجرة. اعتكف النبي 20 يوما، ليست كالعادة. ما الذي حدث؟ ما الذي جرى؟ هذه السنة 20 يوما يعتكف، بل جبريل عارضه بالقرآن مرتين هذه السنة. كل سنة كان يدارس جبريل النبي عليه الصلاة والسلام في رمضان، فيعرض عليه القرآن من بدايته إلى نهايته، إلا في تلك السنة فإنه عارضه القرآن مرتين. كأن الأمر فيه شيء، والله عز وجل قد نعاه. إذا جاء نصر الله، إذا جاء النصر يعني كل شيء قد انتهى. إذا جاء نصر الله والفتح، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فسبح بحمد ربك واستغفر. والاستغفار دائما يكون بعد العبادة، غالبا بعد النهاية يستغفر الإنسان. كأن النبي ختمت حياته نعي من الله جل وعلا أنك ربما تموت واقتربت نهايتك يا محمد، وإذا به عليه الصلاة والسلام يعلم أن الأمر فيه شيء. فإذا به بعد رمضان يعلن الناس: أي سنة الآن؟ العاشرة. أيها الناس، سوف أحج هذا العام، فمن أراد أن يحج فليحج معي. لأول مرة يحج، حتى قال بعض أهل العلم أنها ما فرض الحج أصلا إلا في تلك السنة، بعض أهل العلم يرى ذلك. فإذا بالقبائل تقدم على المدينة، كلهم يريدون الحج مع النبي عليه الصلاة والسلام. حج لأول مرة يحج إلى البيت بغير لفظ شركي، وبغير عراح، وبغير أصنام، وبغير أوثان. هذه المرة سيطوف بالبيت محمد عليه الصلاة والسلام. وإذا بالناس تقبل، والوفود تقبل: ولله على الناس، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. رجالهم، نساؤهم، صبيانهم، حتى الأطفال، بعض الناس حمل طفله وذهب يريد الحج مع النبي عليه الصلاة والسلام. وقبل أن ينتهي شهر ذي القعدة بأيام، خرج النبي بعد وقت الظهر، خرج النبي إلى ذي الحليفة، ميقات أهل المدينة، فذهب هناك ليحرم وصلى الظهر والعصر.
تعرف كم خرج معه؟ خرج معه ما يقارب بل يزيد على 140,000 من المسلمين كلهم يلبون لحج بيت الله. رأيت في تبوك كم الذين جاهدوا؟ 30,000. في مكة في الفتح كم كانوا؟ 10,000. ثم السنة الثانية 30، ثم وقت الحج 144,000 يريدون الحج إلى بيت الله مع النبي عليه الصلاة والسلام، وإذا به يهل بذو الحليفة ويذهب يتوجه إلى مكة، وساق معه عليه الصلاة والسلام 100 ناقة كلها قلدها لله عز وجل، ساق الهدي معه، ومن الصحابة من ساق هديه، ومنهم من كان ما عنده هدي قال اشتري من مكة، وبعضهم أصلا ما كان عنده هدي ليهدي به لا في المدينة ولا في مكة. وخرج الصحابة رجالهم نساؤهم يلبون إلى بيت الله الحرام، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. تخيل 140,000 يلبون بالبيت، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا أن يمشون على الأقدام وعلى كل ضامر، منهم على الدواب ومنهم على الأقدام، يأتين من كل فج عميق. وصل رابع ذي الحجة إلى مكة عليه الصلاة والسلام، 4 من ذي الحجة ومعه 100 من الإبل، دخل الكعبة فطاف بالبيت ومعه 140,000 أو يزيدون، وطاف بالبيت، ثم بعد أن طاف بالبيت قام على الصفا، ماذا يقول؟ كبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. تخيل 140,000 يطوفون. قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده، أنجز وعده ونصر عبده وحزم الأحزاب وحده. ثم سعى بين الصفا والمروة ثم لم يتحلل، وقال للصحابة من لم يسق الهدي معه، من لم يأتي بالهدي معه فليتحلل. فتوقف الصحابة يريدون الاتباع الآن، رسول الله ما يتحلل وهم يتحللون. قال والله لو استقبلت من أمري ما استدبرت، يعني لو لم أسق الهدي معي لتحللت ولجعلتها عمرة، أفضل الأنواع الحج التمتع. فإذا للصحابة يتحللون جعلوها عمرة، وانتظروا اليوم الثامن ليحرموا مرة أخرى، أما هو لم يتحلل لأنه مقرن، القارن ما يتحلل، القارن الذي ساق الهدي لا يتحلل، وانتظر هو ما بعض الصحابة على إحرامهم. فلما كان اليوم الثامن ذهب إلى منى، وأحرم الصحابة الذين لم يحرموا تحللوا وذهبوا معه إلى منى، فصلى فيها الظهر والعصر والمغرب والعشاء وبات حتى صلى الفجر في منى، فلما طلعت الشمس توجه بالقصوى إلى عرفة وضربت له قبة في نمرة، ثم جاء النبي عليه الصلاة والسلام ونزل بها، ثم بعد الزوال مشى وخطب بالناس في يوم عرفة، خير يوم طلعت فيه الشمس، خطب بالناس خطبة أنصحكم بالرجوع إليها من أعظم الخطب، وأخذ يحث الناس إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. ثم وصى بالنساء عليه الصلاة والسلام، ثم وصى الصحابة وقال لهم كل أمر من أمور الجاهلية تحت قدمي موضوع، دماء الجاهلية موضوعة وأولها وضع، وذكر أسماء، ربا الجاهلية موضوع تحت قدمي وأول ربا أضعه ربا العباس عمه، بدأ يبدأ بنفسه وأهل بيته قبل الناس، ثم ذكر أن الناس سواسية وأن أكرم الناس عند الله أتقاهم، ثم وضع قواعد للإسلام هذا يوم عرفة، ثم توجه واستقبل الصخرة واستقبل القبلة، جعل الصخرة بينه وبين القبلة، ثم قام وأخذ يرفع يديه ويدعو الله عز وجل حتى غروب الشمس يوم عرفة. وفي ذلك اليوم أنزلت عليه آية، أي آية؟ بكى من أجلها عمر، أي آية؟ اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. في يوم عرفة اليوم 9 من ذي الحجة 10 من ذي الهجرة، قال الله اليوم اكتمل الدين وبلغت الرسالة، حتى أن النبي قال للناس أيها الناس إنكم ستسألون عني فما أنتم قائلون؟ قالوا نشهد أنك قد بلغت ونصحت وأديت الأمانة. فرفع أصبعه إلى السماء وأنكتها إلى الأرض قال اللهم
فاشهد، اللهم فاشهد، اللهم فاشهد. شهد الناس له بأنه أدى الأمانة وبلغ الرسالة. هذا يوم عرفة. ثم ذهب بعد غروب الشمس، دفع إلى مزدلفة، ثم صلى المغرب والعشاء جمع تقديم قصرا وجمعا، ثم بات فيها حتى طلع الفجر. فلما طلع الفجر صلاها أول وقتها، ثم ذهب إلى المشعر الحرام ورفع يديه يدعو الله حتى أسفرت السماء. ثم أمر الناس بأن يرتحلوا، فمشى توجه إلى منى. في الطريق أمر ابن عباس أن يلقط له حجر الجمرات، حصل جمرات، وإذا به يصل إلى جمرة العقبة فرماها بسبع حصيات، ثم قال: أيها الناس خذوا عني مناسككم فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. شوف الإشارات، شوف التلميحات، فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، قد ما تجدوني في السنة القادمة، خذوا عني مناسككم. ثم بعد أن رمى الحصيات السبع أخذ المئة دابة وأخذ ينحرها لله، وأخذ ينحر عليه الصلاة والسلام يوم النحر، ينحر فذبح من المئة 63 كعدد سنوات عمره، ثم أعطى البقية لعلي بن أبي طالب وأشرك عليا معه في الهدي. ثم بعدها أخذ من كل ناقة جزءا يسيرا وطبخها وأكل شيئا من لحمها ووزع البقية للفقراء والمساكين. ثم خطب الناس يوم النحر، خطب الناس خطبة جامعة مامعة، ثم قال لهم: أيها الناس، أيها الناس، أي شهر هذا؟ يقول الصحابة: فسكتنا، ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال: أليس ذي الحجة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: أيها الناس، أي بلد هذا؟ يقول الصحابة: فسكتنا، ظننا أنه سيسميها بغير اسمها. قال: أليست البلدة، يعني مكة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: أيها الناس، أي يوم هذا؟ يقول: فسكتنا، ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال: أليس يوم النحر؟ قل: بلى يا رسول الله. قال: فإن أموالكم ودماءكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا، في بلدكم هذا، في شهركم هذا، كل موقف نذكرهم، ألا لا ترجعوا بعدي كفارا، وفي رواية ضلالا، يضرب بعضكم رقاب بعض، لا ترجعوا بعدي ضلالا، يضرب بعضكم رقاب بعض، إن الشيطان قد أيس أن يعبد في جزيرة العرب، ولكن رضي بالتحريش بينكم، وأخذ يحث الناس ويأمرهم بالتلاحم. والصحابة لا يعلمون أن هذه الخطب الأخيرة، أن هذا هو الجمع الأخير، أنها حجة الوداع، ما يدرون. وبعد أن انتهى يوم النحر مكث النبي 3 أيام من أيام التشريق في منى، ثم رجع مرة أخرى إلى المدينة. إنه حج الوداع، إنه اللقاء الأخير، إنه الجمع الأكبر بالناس. رجع إلى المدينة ودخل العام 11، أي شهر هذا؟ إنه شهر محرم، شهر 1 من سنة 11 للهجرة، انقضى، دخل الشهر 2، إنه شهر صفر، شهر 2 من 11 من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام. في هذا الشهر جهز النبي عليه الصلاة والسلام جيشا لا زال إلى الآن عمره 63 سنة، وهو قد أصابه ما أصابه من الوهن، ومع هذا يرسل جيشا، يجهز جيشا إلى الروم لقتال النصارى، هذه الدولة المتعجرفة، إلى الآن ما تابت، إلى الآن تجمع القوى لحرب المدينة، لحرب النبي. فجهز جيشا وأمر على الجيش من؟ أسامة بن زيد. فكأن الصحابة ضايقوا، أسامة ما يستطيع، أسامة عمره 18 سنة، في الرجال، في الصحابة رجال، فيهم أبو بكر، فيهم عمر، فيهم عثمان وعلي، فيهم خالد بن الوليد، فيهم أذاب، فيهم سعد، ليش أسامة يا رسول الله؟ كأن الصحابة ترددوا، صغير. قال: لعلكم تعترضون على إمارته كما اعترضتم على إمارة أبيه من قبل، طعنتم في إمارة أبيه زيد الذي قتل في مؤتة. ثم قال: والله إن كان لخليقا بالإمارة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعرف من يؤمن ويعرف من يضع. هذا في أي شهر؟ شهر صفر، أول أيام شهر صفر. ذهب النبي فجأة إلى أحد، وذهب بعض الصحابة معه. لما يا رسول الله؟ قال: أريد أن أصلي على شهداء أحد. كم سنة الآن مضت؟ 8 سنوات. الآن يريد أن يصلي عليهم، يودع الأموات بعد أن ودع الأحياء، فصلى على شهداء أحد ثم رجع. دخل منتصف الشهر، منتصف أي شهر؟ صفر. قال النبي في الليل، خرج مع مويهبة، قال: تعال معي يا مويهبة. في الليل قال: إلى أين يا رسول الله؟ قال: تعال معي إلى مقبرة البقيع. بالليل أمر النبي أن يقوم ليلا فيذهب إليهم فيستغفر لهم،
فدخل، يقول مويهب، دخل النبي المقبرة في الليل فإذا به يكلم الأموات، يقول بعد أن سلم عليهم: ليهنكم، ليهنكم ما أصبحتم فيه مما أصبح الناس فيه. قد أقبلت الفتن، يكلم المقابر، قد أقبلت الفتن كقطع الليل المظلم يتبع آخرها أولها، آخرها شر من أولها. ثم قال: أنتم السابقون وإنا بكم لاحقون. ثم نظر إلى مويهب قال: يا مويهب، إن الله عز وجل قد خيرني. قال: بما خيرك؟ قال: خيرني بين زهرة الدنيا والخلد فيها والجنة وبين لقاء ربه. فقال مويهب وهو يبكي، قال: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي، اختر الخلد في الدنيا، اختر الخلد في الدنيا والبقاء فيها والجنة. قال: لا، بل اخترت لقاء ربي، بل اخترت لقاء ربي. فبكى مويهب. ورجع النبي، وفي آخر أيام شهر صفر، آخر الأيام شهر 2 من سنة 11 من الهجرة، في آخر الأيام ذهب النبي يشهد جنازة من الجنائز، جنازة صحابي. وبعد عودته من الجنازة أصيب بصداع في رأسه، صداع، ما بال هذا الصداع؟ بدأ ولم يخرج، بدأ الصداع بالنبي وارتفعت الحرارة حتى عصب على رأسه عصابة، فرجع إلى بيته يقول لعائشة: يا عائشة، ورساه، ورساه. قالت: بل أنا ورأساه يا رسول الله. حتى عائشة كان مصاب بالصداع. ما الخبر؟ ما الذي جرى؟ ارتفعت حرارة النبي عليه الصلاة والسلام. هذا في آخر شهر صفر، ودخل شهر ربيع الأول. شهر كم؟ شهر 3. دخل شهر ربيع الأول والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس وهو مريض. يقولون حتى كان يأتي يصلي بنا وقد ربط رأسه بعصابة، بخرقة ربط رأسه. أيام يصلي وهو مريض ويرجع، يصلي وهو مريض ويرجع. وكل يوم يسأل زوجاته: غدا سأكون عند من؟ يقولون: عند فلان. غدا سأكون عند من؟ عند فلان. ففهمت الزوجات كأن الرسول يريد أن يمرض في بيت إحداهن، فجمعهن واستأذنهن أن يمرض في بيت حبيبته. من؟ إنها الصديقة، إنها المبرأة، إنها حبيبته، إنها صاحبته، إنها عائشة، حب الناس إليه. استأذن زوجاته فأذن له، فجاءه العباس وعلي، أو الفضل بن عباس وعلي، فحمل النبي بين يديهما ورجلاه تخطان في الأرض حتى أوصلاه إلى بيت عائشة عند المسجد. فدخل عند عائشة في الأسبوع الأخير ونام عندها تمرضه، وتقرأ عليه المعوذتين، وترقيه رضي الله عنها، وتخدمه عليه الصلاة والسلام، ولا زال يصلي بالناس، ولا زال يصلي بالناس، حتى جاء يوم من الأيام ما استطاع أن يقوم. قال: أهريقوا علي من الماء. فصبوا عليه ماء كثيرا 7 قرب يصبون عليه حتى خفت حرارته، وهذه الحمى من النار، جمرة من النار، فأطفئوها بالماء، فأطفأها بالماء. ثم قام في الناس يوم الأربعاء 7 من ربيع الأول، قام النبي في الناس خطيبا مريض، فقام في الناس خطيبا، وأول ما بدأ به بعد الحمد لله والثناء عليه قال: ألا لعنة الله على اليهود والنصارى. أول ما بدأ: اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ألا لا تتخذوا قبري عيدا، لا تتخذوا قبري عيدا. لا، بدأ يتكلم عن ما بعد الموت. ألا لا تتخذوا قبري عيدا. ثم أخذ يوصيهم ويذكرهم، ثم وصاهم بالأنصار، ثم قال لهم والصحابة جلوس: ما الخبر الآن؟ ما الذي حدث؟ ما الذي جرى؟ لما النبي عليه الصلاة والسلام يوصينا هذه الوصايا؟ مرض عادي إلى الآن ما يتصورون طبعا الصحابة. قال لهم: إن عبدا، شوف التلميح، التلميح الآن شبه الصريح، إن عبدا خيره الله عز وجل بين زهرة الحياة الدنيا والخلد فيها وبين لقاء ربه، فاختار العبد ما عند الله. فإذا بين الصحابة رجل ينفجر بالبكاء يبكي، فالتفت الصحابة إليه: ما باله؟ إنه أبو بكر الوحيد الذي يبكي، وهو يقول: فديناك بآبائنا وأمهاتنا يا رسول الله. ما فهم أحد من الصحابة إلا أبو بكر، صاحبه، صاحبه طوال حياته عليه الصلاة والسلام: فديناك بآبائنا وأمهاتنا يا رسول الله. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن من أمن الناس، لما شاف أبو بكر يبكي قال: إن من أمن الناس علي أبو بكر. أبو بكر، والله لو كنت متخذا من الناس خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، لكن صاحبكم خليل الرحمن. ثم أمر بجميع أبواب المسجد سدت إلا باب أبي بكر، إلا باب أبي بكر أمر أن يبقى مفتوحا.
انه ابو بكر الصحابي يقول ما كنا ندري ليش يبكي اصلا. هذا يوم الاربعاء، دخل يوم الخميس ولا زال يصلي بهم عليه الصلاه والسلام. احيانا يحمل تخط رجلاه في الارض وياتي يصلي بالناس. طبعا ما تعود الصحابه غير هذا، الان ما يتصورون غير هذا الامر. وفي يوم الخميس صلى فيهم المغرب ثم رجع الى غرفته عند المسجد بيت عائشه، فلما حانت صلاه العشاء قال يا رسول الله الناس ينتظرون، افاق النبي والحراره شديده والمرض شديد، يوعك كما يوعك الرجلان وحرارته اشد من الناس، اشد الناس بلاء من الانبياء. يوم الخميس صلاه العشاء قال النبي افاق، قال اصلى الناس؟ قال لا يا رسول الله ينتظرونك، عائشه موجوده ينتظرونك يا رسول الله. قال اهريق علي من الماء، فصب عليه ماء فوجد خفه فقام فسقط، أراد أن يتثاقل فسقط فأغمي عليه، ثم أفاق مرة ثانية قال أصل الناس؟ قالوا لا ينتظرونك يا رسول الله. قال اهريقوا علي من الماء، فغسلوه بالماء، ثم قام مرة ثانية فأغمي عليه، ثلاث مرات يغمى عليه. ثم لما قام الرابعة قال أصل الناس؟ قالوا ينتظرونك يا رسول الله. قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس. خلاص الآن جاء دور أبي بكر. عائشة ما استساغت الأمر مع أن أبوها، قالت يا رسول الله أبو بكر رجل أسيف بكاء، ما أحبت أن يتشائم الناس في أبي بكر يعني بعد النبي صلى الله عليه وسلم مهما كان. قالت أبو بكر رجل أسيف مغيرة. قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس. قالت قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس، نكن صواحب يوسف. فذهب بلال يا أبا بكر صلي بالناس. ماذا؟ صلي بالناس، خلاص الرسول مريض ما يستطيع الخروج. تخيل الآن الصحابة ما منظرهم وكيف جو المسجد الآن في تلك الليلة، وكيف يتحملون هذا المشهد؟ أبو بكر يتقدمهم، أين نبيهم؟ أين قائدهم؟ أين هاديهم؟ أين الذي قام على الصفا قبل 23 عاما فقال أيها الناس إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد؟ أين هو في الفراش المريض؟ أين الذي كان يطوف بالبيت فيضرب بالحجارة ويخنق ويرمى على ظهره سنة الجزور؟ أين هو؟ إنه في الفراش مريض. أين الذي كان يمر على الصحابة وهم يضربون ويجلدون فيقول لهم صبرا صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة؟ أين الذي كانوا يتجمعون حوله في دار الأرقم فيصبرهم ويثبتهم؟ أين الذي كان يستقبلونه يوم الهجرة وهم يكبرون ويهللون فجاء مع أبي بكر كل الناس يتمنى أن يكون ضيفه، كل الناس يتمنى أن ينزل منزله؟ أين الذي كان يبني معهم المسجد؟ أين هو الآن؟ إنه مريض. أين الذي قام في بدر فقام يخطب الناس ويحثهم على الجنة ودخولها ورمى الحجرات وقال بسم الله شاهت الوجوه وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وإذا حمي الوطيس احتموا بظهره؟ أين هو؟ إنه مريض. أين الذي شج وجهه في أحد وكسرت رباعيته فمسح الدم وهو يقول كيف يفلح قوم شجوا وجه نبيهم؟ أين الذي سقط في حفرة وشيع بين الناس أنه قتل فصدم المسلمون؟ أين هو؟ إنه في الفراش مريض. أين الذي كان يحفر معهم الخندق ويحفر الحفر معهم فإذا عجزوا جاء النبي ليكسر الصخرة أمامهم ويربط الحجرين؟ أين الذي ناداهم في بيت جابر أيها الناس هلموا هلموا إلى بيت جابر يدعوكم إلى الغداء؟ أين هو؟ أين الذي كانوا يصلون وراءه فإذا به يكبر في الصلاة ويقرأ فيهم الفاتحة وإذا به يبتسم لهذا ويعلم هذا ويداعب هذا ويذكر هذا؟ أين خطيبهم؟ أين إمامهم؟ أين قائدهم؟ أين الذي كان يرقى عليه الحسن والحسين على ظهره فيطيل السجود رحمة بهما؟ أين الذي كان يخفف الصلاة لأجل الأطفال؟ أين الذي تمسكه الجارية بيده فتذهب به حيث شاءت؟ أين الذي ناداهم يوم حنين يوم تراجع الناس قال أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب يا عباس نادي أصحاب السمرة؟ أين هو الآن؟ إنه على الفراش مريض. أين الذي قال للناس في مكة أيها الناس اذهبوا فأنتم الطلقاء اذهبوا فأنتم الطلقاء؟ أين الذي كان يدعوهم للصدقة ويجيب على أسئلتهم ويحل مشاكلهم ويجمع قلوبهم؟ أين هو الآن؟ أين الذي وقف أمام اليهود وهز الروم وكسر الشرك والأوثان؟ إنه على الفراش مريض وأبو بكر يصلي بهم. ليت شعري كيف صلوا تلك الصلاة وكيف قضوها ليلتهم كيف مضت. مضت ليلة الجمعة يوم الخميس انتهى ودخل يوم الجمعة وأبو بكر يصلي بالناس. جاء يوم السبت وجد النبي بنفسه خفة كأنه تنشط قليلا يوم السبت،
فأمر فأغرق عليه من الماء وأحس بالنشاط فدخل المسجد والصحابة يصلون الظهر، قد يكون يوم السبت أو الأحد خلاف، فدخل المسجد فإذا بأبي بكر يصلي بالناس، حس أبو بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل فأراد أن يتراجع بالصلاة، فأشار النبي إليه أتم صلاتك أتم صلاتك، فجلس النبي عنده رجلين يحملانه فأجلساه عند أبي بكر فجلس، فأتم أبو بكر بالنبي وأتم الصحابة بأبي بكر، يرفع صوته والصحابة يأتمون به، وإذا الصحابة كأنهم مرة أخرى تنفس الصعداء، كأن الواحد منهم أعاد مرة أخرى الأمل، وكأنهم انتشوا أن النبي صلى بهم مرة أخرى. هذا يوم السبت، ثم رجع المرض مرة أخرى، اشتد المرض بالنبي عليه الصلاة والسلام. وفي يوم الأحد أعتق كل غلمانه، وقبلها بيومين قال أيها الناس، أيها الناس في الخطبة الأخيرة، من كنت قد استقدت له ظهره، ضربت له ظهره فليستقد مني، اللي ظلمته يأخذ حق الآن، ومن كنت شتمت له عرضا فليستقد مني، ومن كنت أخذت منه مالا فليستقد مني. هذا آخر يوم، آخر خطبة، يقول للناس اللي عنده شيء يأخذ مني الآن. شوف النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا يوم الأحد، أعتق الغلمان، فتش في أبياته، وجد 7 دنانير تصدق بها، أسلحته تبرع بها للمسلمين، لم يبق شيئا لأن الأنبياء لا تورع، ما تركوه صدقة خلاص. في يوم الأحد الصحابة كآبة وحزن خيم على المدينة، جيش أسامة واقف ينتظر، مرض النبي عليه الصلاة والسلام، كل شيء تعطل، حزن شديد خيم على المسلمين. هذا يوم الأحد. يوم الأثنين صلى أبو بكر الفجر بالناس، فإذا بالنبي وأبو بكر يصلي بالناس فتح استثارة، هذا صلاة الفجر يوم الأثنين 12 من ربيع الأول، فتح النبي عليه الصلاة والسلام الستار، فأحس الصحابة أن رسولهم فتح الستار، فاضطربت الصفوف وكادت الصلاة أن تفسد، افتتن الناس من حبهم لرسول الله، من شوقهم له، كأن الصلاة فسدت، فأشار النبي إليهم أن أتموا صلاتكم، أن أتموا صلاتكم، يريد أن يطمئن عليهم. إنها النظرة الأخيرة، صلى الفجر ثم رجع إلى فراشه، ارتفعت الشمس، الصحابة لا زال مرض ويشفى منه، لا زال الأمر فيه إن شاء الله متسع، هذا رسول الله لا يمكن أن يحصل له شيء، الناس إلى الآن مصدقة. وإذا بالنبي يوم الأثنين ارتفعت الشمس، فاشتد وجعه واشتد مرضه حتى دخلت عليه فاطمة فجلست عنده ابنته، نادى فاطمة ونادى الحسن والحسين ونادى زوجاتي، أهل بيتي تجمعوا في غرفة عائشة، فإذا به يقبل الحسن والحسين ثم يوصي بهما خيرا في الحسن والحسين، ثم أخذ يسر فاطمة سرا فبكت، ثم ضحكت، قالت عائشة ماذا قال لك؟ قال أخبرني، هذا بعدين قالت لها، أنه سيموت في وجعه فبكيت، ثم أخبرني أنني أول الناس لحوقا به ففرحت، وقال ألا ترضين أن تكوني سيدة النساء سيدة المؤمنين؟ ففرحت، ثم قالت واكرب أبتاه واكرب أبتاه واكرب أبتاه، قال لا كرب على أبيك بعد اليوم يا فاطمة، هذا آخر يوم ما في كرب بعد اليوم. فهدأت فاطمة رضي الله عنها وأهل بيته حوله، فوعظ أزواجه وذكرهن الله ووصاهن وثبتهن. ثم بعد أزواجه تقول عائشة ارتفع النهار، الصحابة في بيوتهم وكل واحد ينتظر الخبر، أن يشفى النبي، أن يقوم مرة أخرى، أن يصلي بنا، أن يقود المعارك، أن يعيش بيننا، أن نلجأ إليه، أن نذهب له، لا زال عندهم أمل. وإذا بالنبي يشتد مرضه، تقول عائشة فإذا بي أضع رأسه بين سحري ونحري، انظر على صدرها وضعت رأس النبي عليه الصلاة والسلام، ما يستطيع الحراك. تقول فدخل علينا عبد الرحمن أخوها، عبد الرحمن ابن أبي بكر، يقول فإذا به يتسوك بالسواك، فنظر إلى السواك فقالت عائشة كأنك تريد يا رسول الله، فأشار أن نعم أريد السواك، تقول فأخذت السواك ولينته بريقي، تقول فمس ريقي ريقه، آخر الأيام آخر لحظات ريقه مس ريق عائشة، أو ريق عائشة مس ريقه عليه الصلاة والسلام. تقول ورأسه بين صدري بين سحري ونحري، وهو يقول الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، لا زال يوصي الناس في اللحظات الأخيرة. تقول عائشة ورأسه فوق يدي، تقول ثم شخصت عينه إلى السماء، الخبر ما الذي حدث؟ تقول فنظر إلى السقف وشخصت عينه، ثم قال مع الذين أنعمت عليهم
من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ثم قال: بل الرفيق الأعلى. تقول فأشار بأصبعه: بل الرفيق الأعلى، بل الرفيق الأعلى، بل الرفيق الأعلى. تقول ثم مالت يده، سقطت يده، ثم فاضت روحه إلى بارئها، فأظلمت الأرض مرة أخرى. أظلمت بخروج الروح المصطفى عليه الصلاة والسلام. أي يوم ذاك؟ إنه يوم 12 من ربيع الأول، ونفس اليوم الذي نحدثكم فيه اليوم. في نفس هذا اليوم توفي المصطفى عليه الصلاة والسلام، قبل 1413 من السنوات القمرية توفي النبي. فانتشر الخبر بين الناس، سمعت فاطمة فقالت: وأبتاه وأبتاه، أجاب ربا دعاه، وأبتاه إلى الجنة الفردوس مأواه، وأبتاه إلى جبريل ننعاه، إلى جبريل ننعاه. ثم سمع الصحابة بالخبر فقال عمر ورفع سيفه، قال: من زعم أن محمدا قد مات، أن رسول الله مات، ضربته بهذا السيف. ما مات رسول الله، لم يمت، بل ذهب يكلم ربه كما ذهب موسى، وسوف يرجع. وليقطعن أيادي وألسنة أناس زعموا أنه قد مات. وعمر يهدد الناس، وجاء أبو بكر مسرعا على فرسه. من الذي يحل الإشكال؟ ليس إلا أبو بكر. يأبى الله والمسلمون إلا أبا بكر. من الذي يثبت الأمة بعد رسول الله؟ إنه أبو بكر. كل الناس يعينهم على هذا الرجل، ماذا سيفعل، ماذا سيقول؟ فأسرع بفرسه، فأوقف الفرس عند الباب ونزل مسرعا، وفتح الباب ونظر إلى ابنته تبكي عائشة، فجاء إلى النبي وجده مغطى مسجى، فرفع الغطاء عن وجهه ثم قبله بين عينيه وقال: طبت، طبت حيا وميتا يا رسول الله، والله لن يذيقنك الله الموت مرتين. أما هذه فقد حصلت عليها، الموت مت، هذه الموت خلاص لا موتة بعدها. ثم خرج أبو بكر، شاف الناس، منهم المصدق، منهم المنكر، منهم الذاهب، منهم الذي لا يعرف ما الخبر، فقال لعمر: يا عمر، يهدد الناس عمر، قال: يا عمر اجلس، يا عمر اجلس. قال: من زعم أن رسول الله قد مات لأضربنه بهذا السيف. قال: يا عمر اجلس. وعمر يهدد، عمر ما يستمع لأبي بكر. فتركه أبو بكر وذهب إلى المسجد يخطب، فترك الناس عمر وذهبوا خلف أبي بكر، ماذا سيقول هذا الرجل، ماذا سيفعل هذا الرجل، الناس خلفه. فإذا بأبي بكر يقول: أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم قرأ: وما محمد إلا رسول. الصحابة يبكون: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. يقول ابن عباس كأن الناس يسمعون الآية لأول مرة، وأخذ الناس يرددونها: وما محمد إلا رسول. حتى قال عمر: والله كأني أسمع الآية أول مرة. اقتنع الناس في يوم الاثنين. يقول أنس: أظلم في المدينة كل شيء. يقول: لما دخل المدينة أنارت المدينة، فلما مات أظلمت المدينة. بالله عليكم، كيف أمضوا ليلتهم؟ جلسوا يوما كاملا يحتارون في الخلافة، لأنه واجب أن لا يمضوا ليلة إلا وفي أعناقهم بيعة. طيب يبيعون من؟ لا بد أن يحلوا هذا الإشكال. فاتفقوا على أبي بكر وقضوا ليلة لم يمس أحد نبيهم، ميت في غرفة عائشة مغطى بالثوب عليه الصلاة والسلام. وتجمعوا يوم الثلاثاء كبار الصحابة وآل بيته، تجمعوا في البيت، ماذا نصنع، ماذا نفعل؟ لا يدرون الآن كيف يتصرفون، هل نغسله أو لا نغسله، هل نصلي عليه أو لا، أين ندفنه؟ حتى استقروا أن يغسل. فجاء أهل بيته، علي وقثم وفضل، ابن عباس والعباس وأسامة بن زيد وأحدى مواليه، يغسلون النبي عليه الصلاة والسلام ولم يجردوه من ثيابه. ثم كفن بثلاثة أثواب سحولية. ثم قالوا: أين ندفنه؟ فقال أبو بكر: سمعته يقول: ما من نبي يموت إلا دفن حيث مات. فأزالوا الفراش وحفروا تحتها حفرة. ثم هذا يوم الثلاثاء الآن،
يوم الثلاثاء تقول عائشة في الليل ليلة الأربعاء، تقول عائشة عرفنا دفنه من صوت المعاول والمسوح، عرفنا أنه يدفن عليه الصلاة والسلام. يقول فإذا بهم يلحدون لحدا ووضعوه عليه الصلاة والسلام، ثم دفن ليلة الأربعاء، دفن النبي. فقالت فاطمة لأنس كيف طاوعتكم قلوبكم أن تحثوا التراب على رسول الله؟ شو تحملتم؟ كيف تجرأتم وتدفنون النبي عليه الصلاة والسلام؟ وخيم على الصحابة كآبة شديدة، حتى بدأ الناس يتوافدون إليه، يصلون عليه عشرات عشرات، غرفة صغيرة عشرة عشرة، أول من صلى عليه آل بيتي عشرته، ثم المهاجرين، ثم الأنصار، ثم النساء، ثم الصبيان، ثم النساء، ثم العبيد، أخذ الكل يصلون عشرات 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 حتى انقضت تلك الليلة. وبعدها دفن النبي عليه الصلاة والسلام ليلة الأربعاء، دفن النبي وأظلم في المدينة كل شيء، وانطوت سيرة عطرة هي أطيب وأنقى سيرة في الأرض، لأنه خير البشر، لأن الله ما خلق رسولا كما خلق هذا، بل جعله الرب سيدا ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، وجعل الله له المنزلة العالية في جنة تسمى الفردوس، في مكان يسمى الوسيلة، لا يعطاها أحد غير نبينا عليه الصلاة والسلام، إنه المقام المحمود. يدخل النبي على ربه يوم القيامة فيؤذن له ولا يؤذن لأحد غيره، فيسجد ثم يقوم فيقول الله له سل تعطى، يقول اللهم أمتي 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 أمتي، لقد جاءكم رسول، لقد جاءكم رسول من أنفسكم، عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. نعم، رحل عن الدنيا من الذي أرسل للعالمين رحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. نعم، مات لأن الله ما كتب لهذه الدنيا أن يخلد فيها بشر، وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، أفإن مت فهم الخالدون. بل نعاه الرب كثيرا في القرآن، فقال الله له إنك ميت وإنهم ميتون. مات النبي لكن سنته لم تمت، مات الرسول لكن أثره في الأمة باق، مات الحبيب لكن ذكره في الناس باق. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. إن الأرض كلها اليوم يرتفع فيها ذكر الناس، أشهد أن محمدا رسول الله، ورفعنا لك ذكرك. ذكره باق، ومن خير ما تتعبد الله عز وجل به أن تصلي عليه، وسلامك في أي مكان كنت عليه يصله بأبيه وأمي، ومن صلى علي صلاة صلى الله به عليها عشرا، يصلي الله عز وجل عليك عشر مرات. إن الله وملائكته يصلون على النبي. الله، الملائكة تصلي عليه. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. نعم، أكثر من الصلاة عليه. حتى جاء رجل فقال كم أجعل لك في صلاتي، يعني دعائي إيش كثر أصلي عليك؟ قال أجعل لك ربع دعائي كل صلاة عليك. قال إن شئت. قال ثلث صلاتي. قال إن شئت. قال نصف صلاتي كلها صلاة عليك. قال إن شئت. قال أجعل دعائي يعني صلاتي كلها صلاة عليك. قال إذن يقضى همك وتجاب دعوتك، اجعل دعائك كله صلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. هذه سيرته ولن نعطي حقها أبدا، هي لمحات فقط، بدأناها من مولده وختمناها اليوم في نفس يوم وفاته عليه الصلاة والسلام. نحن اليوم 12 من شهر ربيع الأول، نحن في عام 1424 من الهجرة، وتوفي هو في العام 11،
ودار الزمان دورته وعادت الأيام. العام 12 شهرا حديث في حجة الوداع، منها أربعة حرم، منها أربعة حرم، ونحن الآن دار الزمان دورته في شهر هو الشهر الثالث، فيه توفي النبي عليه الصلاة والسلام، وقيل في هذا اليوم أيضا ولد بأبي وأمي عليه الصلاة والسلام. تريد أن تجلس معه؟ تريد أن تلقاه؟ تريد أن ترافقه؟ اتبع سنته، اتمثل بأمره. قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى، ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم ممن؟ من النبيين الصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. كأننا لا نريد الانتهاء من هذه السيرة، كأننا نريد العودة مرة أخرى. أنصحك اقرأ مرة ثانية، افتح كتب السيرة، اسمع الأشرطة، عش حياة النبي طوال عمرك، فإذا أحببته سوف تلقاه. بل يأتي أناس من أمتي، يقول عليه الصلاة والسلام، يقول: يأتي أناس من أمتي يتمنى أحدهم أن لو افتدى بأهله وولده وماله ويراني رؤية. هل هذا موجود؟ يفتدي بكل ما يملك فقط يراه عليه الصلاة والسلام. هل هذا موجود؟ لأؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. بعد حياة النبي صلى الله عليه وسلم تدخل خلافة أبي بكر، وسوف نبدأ إن شاء الله بخلافة أبي بكر، لكن للأسف ليس في هذا المسجد، طلب من وزارة الأوقاف. سوف نتنقل من باب تعرف على أناس جدد. سوف نبدأ إن شاء الله خلافة أبي بكر الصديق، خلافة العطرة، صديق هذه الأمة، كيف قاتل المرتدين، كيف ثبت، كيف جمع الناس حوله، ماذا صنع أبو بكر لهذه الأمة، وكيف قدم لها من خدمات، سيرته العطرة. سوف نبدأها إن شاء الله في منطقة الرميثية، مسجد الجمعية، لكن يتغير يوم الثلاثاء إلى يوم الاثنين من كل أسبوع. نبدأ إن شاء الله سلسلة في خلافة أبي بكر، ثم بعدها في مسجد ثالث إن شاء الله خلافة عمر، ثم عثمان، ثم علي. نتواصل وإياكم هذه السير العطرة حتى نلقاكم إن شاء الله. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وجزاكم الله خيرا. وتفضلوا بقبول تحيات إخوانكم بمؤسسة اليقين للإنتاج الإعلامي والتوزيع. هاتف رقم 605-666-9، فاكس 605-111-10.